بمعيتك. هاي الشنتاي بدي اتركها عندك، نسيها واحد معي بالسيارة وجاي المسا ياخدها. تكرم عيونك هيني. شعبي عماد، المي تنقطع عندك شي؟ ساعتين الظهر. الله يستر. الله يستر على شو؟ خايف ما يصير اللي ببالي بهالساعتين، وقتها كل المي ما راح تطفي الحريق اللي بده يصير. تطفي شو؟ حريق شو؟ لا ولا شيء، ما في شيء. بس شو فيها الشنطه يا ابو جندي؟ شو بده يكون فيها يعني لك جابر؟ افتح لك اياها. شو بركب مجرد؟ شو بركب مجرد عندي؟ جابر عماد لا تجنني. لك الشنطه ما فيها شيء بخوف. شو عرفك انت؟ لك اخي ما بعرف، وهلا بدي اعرف. داخل عليك يا ابو جندي، عندي مره اولاد. بوس ايدك يستر على عرضك ابو جانتي، لا تفتحها. لك شو عامل لك جابر لحتى تفجر الشنطاي عنده؟ شو عامل لك؟ ماشي، شرف سيد عماد. شرف خاطرك جابي. الله معكم، الله معكم والقلب داعيلكم. معلش اضربني بس لا تفتح الشنطاي. الله معكم، الله يدفع البلاء. بوس ايدك لا تفتح. يا خرب بيتكم جوا البلاء. على مالك يا جانتي، لا تعصب. على مالك ما عصب، كل هالشي اللي عم بتساوي ما بدك يعني عصب. روي روي يا زلمه، يا لطيف انت، في حدا لحقنا يا ابو جانتي؟ لك شو حدا لحقنا؟ لك مشان شو بدهم يلحقونا؟ السيارات اللي ورانا. لك خلص تبع عماد، لا تعصب علي يا ابو جانتي، انا بدي مصلحتها. بعدين جابر رفينا، شلون بدك يعني ما حذره؟ شوف رفرفي، اختار شغلتين، يا بلحشك بالنهر يا بطمرك بشيرني مقطوعة. نقي لك. مفكرني انا معقولة اتركك بهالحقنة؟ حقنة لك ايه هاي الحقنة؟ حقنة حمقنة حمقنة لك بهالأزمة يعني؟ معقول اتركك بهالأزمة لك ابجانتي؟ بدك شي مني؟ انا كتير مشتاق لك خالتي منو. ان شاء الله تكون طاقتك وسمح شي. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. كيف يا رب؟ والله يمكن في حدا لحقنا لك. لك خلصنا بقالك يا عماد، بوسه لايدك. هات ها هي لازم تعاملها هيك من دون موبايلات، لانه بجعزه شديتها بجعزه ممكن تنفجر. اهم شيء لا موبايلات. لك ان شاء الله الف مبروك يا سعوده، قومي خبريني. شوي مالي مصدقة يا عواطف، مالي مصدقة يا عمتي، مالي مصدقة يعني. رح تتجوزي تقبريني أخيرا. عواطف وأبو جانتي، يا رب يا رب.